ممكن تقول للناس ان انا وانت اصحاب عشان انا بتشتم؟ ما انت عشان كل شويه سبوبه يحيى عزام بتشتم. والله بتشتم كل مره بتنزلها كده. طب مش لازم كده؟ لا ما مش لازم كده. قول قول بص قول نحتايه يحيى عزام. قول نحتايه لكن ما تقولش سبوبه. قول لهم من فضلك ان احنا اصحاب. من فضلك بصوا يا جماعه، هو الراجل ده بيحاول يبقى صح، وفي يوم من الايام هيقدر، وهو اشتغل على نفسه لمده 3 سنين. لا لا طارق حبيبي، طارق بني ادم جميل، طارق والله طارق نهم. خجلتني يا استاذي والله. بالعكس شرف لي يا استاذ طارق، وسعد جدا بلقائك. اشكرك يا استاذنا والله اشكرك. يا جماعه بقى ده يوم جمعه عظيم يعني. بص الجمال، هم دول بقى، هي دي مصر بقى. ايه عائله الكوكب؟ ايه معرض كتاب؟ ايوه. هتقعدوا معايا ولا هتروحوا قاعه الاطفال؟ لا هنروح الاثنين. مش هتروحوا قاعه الاطفال يعني؟ ايوه. هخليكم معايا ما تروحوش قاعة الأطفال ماشي؟ لا لا حبوني قوي. بصوا بقى الأماكن المدعمة اللي موسى كلمنا عنها. الهيئة العامة المصرية للكتاب زي ما قلت لكم تبقى زحمة على طول على طول. بصوا الكلام ده يا جماعة بيبقى بأسعار 10 جنيه 20 جنيه، في حاجات ب 5 جنيه 3 جنيه. بصوا المنظر دي برضو، دي المؤسسات الصحفية السعر الرخاص كتاب 20 جنيه. ده الاسكندرية كل الزحمة دي هتلاقيها في الأماكن المدعمة زي ما قلت لك. الكلام ده بيبقى زحمة جدا. أنا لافف شوية كده في صلاة واحد نشوف الدنيا ماشية إزاي، مع إن أنتوا طلبتوا فلوج تاني. باشمهندس أحمد ممكن أصبح؟ صباح الخير، ازي حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. صباح الخير، ازيك يا حضرتك اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. استاذ احمد ممكن دقيقتين كده تقول لي ايه الشغل الجديد اللي نازل مع ديوان السنه دي؟ طبعا مبروك علينا حسن كمان. ربنا يبارك فيك علينا احنا كمان. لا لا خلاص خلاص. صباح الله 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 الله. المترجمه الزميله ازاي حضرتك يا صاحبي؟ اكبر مترجمه في مصر؟ ماشي انا ما رضيتش اقول كده. الف مبروك على قارون. فاحنا عندنا مجموعه من الاصدارات الادبيه الجديده، في الروايه بتاعت حسن كمال والروايه بتاعت رشا زيدان حواء ادم وخالد زوهنيني نبض جنين، في روايه عامله دوشه جامده جدا بتاعت سمر علي بدون فصل اخير، روايه روايه الجمال ومكتوبه باسلوب مختلف عن الافيش بتاع ده. مش غلاف ده، افيش عظيم عظيم شد انتباهي جدا. والدنيا اللي في بالي كمان بتاعت اميره محمود يوسف. يعني الحمد لله في مجموعه حلوه جدا من الاصدارات الجديده القصصيه والروائيه ما شاء الله. في كتاب كمان مميز جدا، كنوز مقابر مصر، الدكتور مصطفى الصادق، ده كتالوج للمقابر الاثريه في مصر وتوثيقها وتوثيق حكاياتها والفنون بتاعتها والخط العربي اللي كتبت بيها والشعر وكيفية حتى فك الرموز الرقمية اللي كانت بتستخدم في المقابر. حاجة كتاب كده يعني يأسر القلب يعني طبعا. و44 أسوان كمان الدكتورة عائشة خليل عبد الكريم بنت المفكر الكبير خليل عبد الكريم ما شاء الله، عاملة كتاب عن أسوان وعن التغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية اللي عدت على المدينة. فعندنا مجموعة يعني متميزة ومختلفة طبعا ومتنوعة. ومشروع محفوظ مكمل معانا مشروع محفوظ مكمل معانا وبالتالي
ثلاث روايات اللي صدروا تكتمل روايات نجيب محفوظ. وهيبقى فاضل بس بعض المجموعات القصصيه اللي لم تصدر. هايل. وعندنا كمان مصطفى محمود. الاغلفه الموحده بتاعت مصطفى محمود برضو قاصره. مصطفى محمود ربنا يخليك. والله فعلا انا سعيد جدا برايك وسعيد جدا بوجودك وزيارتك وكان نفسي يبقى عندنا الوقت بقى. انا عارف بقى ان حضرتك مستعجل عندك ميتنج وكده فمعلش انا اسف بقى اخدت من وقتك كتير. لا انت نورت. شكرا يا هندسه معلش. اتفضل يا باشا. طارق ايه ده يا حبيبي معلش ابوك مارك خشب على شكل المجموعه موت مع ايقاف التنفيذ الجديده بتاعتك دي ليه بقى بنعمل بيها ايه يعني نحطها في الكتاب عشان نوقف عند الصفحه اللي احنا عايزينها يعني انا لو تنيت الصفحه هخش النار لاني لو جبت فرده شراب من بتوعك اللي الغساله بتاكل الفرده التانية وحطيتها في النص هبقى الحد لا ما انت يعني اجيب من لازم اخترع افكار عشان اصرف فلوس الشركه الملعونه ما لازم عايز تميز الناس اللي خدت الطبعه الاولانيه عن الباقي ليميتد اديشن ايه مش فيراري هي حضرتك دي ورقه بكرتونه يعني خشب متاكد طيب يا رب يكون بفايده وماله يا حبيبي ميزهم يا سلام ده انت حبيبي ميزهم طبعا يا خبر ابيض يا سلام يا حبيبي ميزهم طبعا تكلفه عدد بوك مارك خصما على طارق مرتب يناير وفبراير طبعا يا حبيبي تميزهم يا خبر ابيض ده انت حبيبي وهم حبايبي طبعا طبعا هقول لهم حاضر عيني بصوا يا حبايبي دي ليميتد اديشن بوك مارك خشب معموله لعدد قليل طارق عمل شويه وخلصوا يوم الجمعه اللي فاتت وعمل كميه ضخمه 3 او 4 اضعاف اللي فاتوا عادي ما هو بيصرف مش عايز اتكلم عشان ما غلطش هيبقوا معاه هو شخصيا يوم الجمعه 2/2 وبقيه الايام بس هيخلصوا جمعه وسبت انا عارف لان الجمعه ضرب النار اللي فاتت خلصت في 10 دقايق في جناح المصريه للدنيا صاله 1/15 تقابله توقع تاخد دي وتبقى من المميزين اللي لحقوا الطبعة الاولى اللي قربت تخلص ما لحقتش ذنبك على جنبك ممكن تلاقي بعدين وممكن ما تلاقيش في بقية ايام المعرض وحاول تستغل خصم المعرض عشان هي نازلة بمية جنيه فقط لا غير وده سعر مش موجود في اي حتة في المعرض يلا يا اولاد روحوا وانا هحاول احصلكم ان شاء الله كملوا بقى الفيديو اللي بتتفرجوا عليه اللي انا مش عارف ايه هو لسه برضه من الاماكن اللي موسى كان قال لنا عليها الهيئه العامه لقصور الثقافه برضه من الاماكن المدعمه اللي فيها حاجات مختلفه وسلسله ذاكره الكتابه دي بتتكلم على حاجات كتيره جدا نفس الحمل الفرنسيه وظهور محمد علي سعد زغلول اصدارات مهمه جدا واسعارها مدعمه حاجات شيك جدا بص الكتاب المدعم بنسبه 90% اهو عشان تبقوا تصدقوا بس الكوكب بس هنا رسم بالكلمات ودي ناقل سويدان عبد الرحمن بقى اللي عامل لنا ارانب وبتاع وحاجات كده صاحبي من فرات المعركات وحركات يو بقى لنا كتير ما كانش في اللوجات بعض خفيت والله ما تخافش الله يسلمك لا انا بدلعه اقول ألف مبروك أنت على الشغل الفخفخينة اللي حاصل ده صناديق وحواديت وحاجات شرف لينا والله ما شاء الله إيه الشغل الجميل ده؟ والله بتعلم منك يا باشا يا لا يا عم خدنا جنبك حتة كده عشان الجمهور يا جماعة خد تعالى من أستاذ طارق يا جماعة ابننا 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 عامل إيه؟ عاجبني جدا فكرة الغلاف الموحد فعلا؟ كنت قلقان منها شوية عاجبني جدا كنت قلقان منها بس قلت اجرب الريسك لا لا دي عامله هويه بصريه على طول انت اي حد هيشوف اي جزء يبقى فاهم ان ده خلاص ده عبد الرحمن بالظبط كده بالظبط ما تقول لي اي حاجه كده دينا فكره عن الشغل كده هو كده انا مفاجاه كده على طول انا مخدود قوي فاهم طب اسالني وانا هقول لك لا مش هسالك قول لي ايه الجديد حته حته الشغل حته كلمني على الصندوق ماشي البوكس بفوت من الروايه فيها بوكس في الجزء الثاني ياخدنا للجزء الثالث فانا قلت يبقى الجيف اواي السنه دي فكره البوكس عشان اللي بيقرا يعيش التجربه يعيش فكره ان هو يونس بطل الروايه هيفتح البوكس يدخل العالم بتاع الكوابيس البوكس فيه 3 اجزاء وفي لعبه كوابيس قبل النوم هي اول لعبه تبقى مستوحاه من روايه عربيه اللعبه بتخليك تواجه اسوء مخاوفك والفوبيات والرعب والحاجات الخزعبليه بتاعتنا الله يطمنك ربنا يستر وبوك ماركس بقى وشويه هاشتاج انا كده حلو ده ما في واحده منها مصورها موجوده دلوقتي في واحده هنا اشوفها بس كده يعني امسكها كده يعني كلمني عن المحتوى بتاعتها كده ده شكل البوكس ده بوكس الجيف اواي بقى ده الجيف اواي بوكس ده انت سيلكتد انت اللي بتنقي بقى مين او كده وده شكله من ورا المفروض ان جواه بيبقى 3 اجزاء
طبعا سبعة الله اكبر مش بالنق مش بالنق يعني ولا حاجه. كتاب يا جماعه بقاله كتير كتابنا 2000 مش بالنق يا عم ولا حاجه والله الله اكبر يعني سبعة في 3 بنسبه الكاتب بس هو وريك شكل الثلاثيه عامله ازاي الزوحه بتاعتها. هلا بقول لك الغلاف الموحد شكله مجرم جدا مش تبعنا دي حمراء بس مش تبعنا كده هما جنب بعض بيشكلوا شكل الجسم الارنب. اه تحفه تحفه هاي. وايه تاني ايه تاني بقى جوه البوكس؟ فيها بوك ماركس دول انا عامل الديزاين بتاعهم يعني. المفروض ان دول شخصيات دول شخصيتين من الروايه البنتين دول. ودول طلعوا في البرومو برضو. ودولت المفروض ان هم مشاهد من الروايه. وهل عشان اقرا الثالث مثلا الجديد لازم اقرا الثلاثه ولا لازم اقرا الثلاث اجزاء؟ بس بتلعب اللعبه من غير ما تكون قريت الروايه لان اللعبه مستوحاه بس مش مشروط تكون قريت الروايه عشان تلعبها يعني. حلو قوي حلو قوي. معلش عبدو انا خدت من وقتك كتير بس الناس عايزه تصور بقى وتتوقع وكده فانا ايه هسيبك لناسك وميرسي يا حبيبي كتر خيرك شكرا. هسمك ارنب اصور ليش انك تبقى فيها انا كلام حلو. استاذ يسري ممكن تكلمني عن الهودي والبراندنج اللي انت عامله حضرتك؟ هذا البراندنج ان شاء الله نازلين قريب بمرش بوك كافيه. يس اي حد عايز الهودي يبعت لي على الخاص. هتلاقي حضرتك هتلاقي تحت اليوتيوب بقى كده في المارشندايز حاجه يسري. اه طبعا هتلاقي بقى صور بقى الهوديز القراءه ازواق. اسالني على الهودي بس حد يسالني وانا هقول على طول. ده واحد وفي في 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 2 ديزاين تانيين صح؟ شفتوا انا متابع الاخبار وبتفرج على الفيديوهات يا بيه. انت متفرجش عليا وهخلي موسى يخصم لك يا باشا. انا بتفرج بس انا ما ايوه عاجبني جدا شابو. انا بحبك. انا عايز اقول لكم ان انا شخصيه في الجزء كوابيس قبل النوم 3 وهتكتشفوا المفاجاه ان عبد الرحمن مش هو اللي كتب الجزء الثاني. اوبا ده جوه بقى روايه شوفوها جوست رايتر بتاع جماعه شادو رايتر وجوست رايتر وكل العفاريت رايتر. انا دي حقيقه فضيحه. لا انتوا هتقروا وهتفهموا احنا بنقول ايه. صح انا بحس المعرض بحس ان انا جاي اجرودي كل الناس بدأني ليه يعني يعني والله يعني ده لسه منبتها لسه حالق. اه دي حلقات قبل المعرض على طول عشان الشغل. حلقوا خصم لي. تاني يا استاذي والله. والله بالعكس شرف لي يا استاذ طارق سعد جدا بلقائك. اشكرك يا استاذنا والله اشكرك. اهو دخلنا القاعة كده اروح الاول لان في ناس واضح انها مستنية كتير في جناح المسلسلات من هي عشان نوقع ونصور كده. نروح كده بقى نطمن على الحلوه وبعدين اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. دكتور طارق قاعد طبعا فل. انا جيت اهو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. انا جيت اهو انا جوه بقى انا جوه انا هو انا هو انا هو انا هو. اهلا اهلا ازيك اخبارك ايه؟ يعني استاذ موسى صباح الفل. صباح الفل يا استاذ. ازي حضرتك يا فندم؟ صباح الفل يا رجاله. انا اهو انا اهو ابعد بقى. انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو. طب معلش استاذنك تصور معايا الصوره. ايوه هنا.
انا كنت دي يعني ساعه كان بنزلها فتره معينه كده في الجيش. لا هو كان بنزلها كان رصيد كنت بنزلها. دي طبعا تانية دلوقتي ده انا جايبها وحش جدا يعني ان انا رحت دفعت النسخه اللي انت جبتها لي ايوه وبعدين رحت للراجل عشان اجيب نسخه تانية افتكروني يعني سارقه وحراميه وشكلي كان وحش جدا ولا يعني اقول ايه بس لن تكفي هذه القلوب لرتق القلوب لا هتكفي استنى وبعدين هي مش قلوب بس انا زلقت في النص كده عشان علمتك حركه الاير دروب واخد بالي وعشان كمان علمتك حوار البورتريه يا ابني مفيش حد هيعرف يعلمك مفيش حاجه ببلاش في الزمان ده مفيش حد هيعرف يعلمك الدور غيري مشكرين انت بقالك خلاص يا سيدي عفونا عنك سامحتني يس معلش يا دكتور ده مؤاخذه يعني لك النسخه خلاص خلاص بقى ده ايه ده ايه ده نسخه الايه الطبعه الاولى الطبعه الاولى وبس زلك هنا في الاهداء ان انا عشان علمتك تسامحني عشان علمتك الدور وحركه ماشي متشكرين ايه الاحداث ده ايوه صح شكرا شكرا على الفضايحات احطها على اليوتيوب ومش هعمل لها ايديت تقول للناس ان انا وانت اصحاب عشان انا بشتم
حتى عشان كل شويه سبوب يحيى عزام بتشتم بقى والله بتشتم كل مره بتنزلها كده طب مش لازم كده لا ما مش لازم كده قول نحتايه يحيى عزام قول نحتايه لكن ما تقولش سبوبه قول لهم من فضلك ان احنا اصحاب من فضلك بصوا يا جماعه هو الراجل ده بيحاول يبقى صح وفي يوم من الايام هيقدر وهو اشتغل على نفسه لمده 3 سنين لا طارق حبيبي طارق بني ادم جميل قارئ والله قارئ نهم بس هو بس يبطل يحط الصمنيل اللي هو سبوبه يحيى وكل حاجه تبقى زي الفل حبيبه طروف خلاص طروف لا ما هتقول لا ما هتقولي بقى على فصل عبيد بقى على الحته الجديده بقى كلمه فصل العبيد عيب عليك عشان كده برضو سبوبه حلوه دي نحتايه يحيى عزام قول مالها فصل عبيد كلمني بقى الكواليس الدنيا كده لا هي حلوه احلف والله مش شبه الفيديو اللي على اليوتيوب والله كنت عمال اجلها واقول ايه ما هي كده الفيديو هفرغه وهيبقى هو وتبقى حاجه وهزود شويه حاجات لقيت نفسي بكتب حاجه تانية خالص بس ما رضيتش اغير الاسم كنت اسميه ايه يعني ثالث رابع فاهم قلت لا فصل عبيد افضل اسمها مجرم جدا هستنى رايك فيها اتفقنا حبيبه